إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا ذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى أصفا على يا سرنا أن يفتدى بالروح منا والمطل اشفع لنا
هذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت للخلق يا قبيب لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا قبيب اشفع لنا الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق فالورد تضوى وتنقى حسن
بوجهه
ونفسين ونفس بعدد كل ما علوم الله. Wow.
بتثبت قلبها في عين الحياة. Bil 'ilal dilna
قل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل اشفع لنا لا لا لنا يا حبيبي
فاعلنا لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا شفاعة وهذا مطلبي يا نبي.